والناموس مع هذه الانطلاقة الأولى في هذا الصباح. سلام يا مملكة العربية السعودية مع هذه الانطلاقة الأولى. شكرا رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين سمح وهي اسم على مسمى ما شاء الله وتبارك الله. أول الفائزات في انطلاقات هذه الفترة الصباحية باحثة عن رقم جديد أيضا من خلال التوقيت ومن خلال الانطلاقة التي تتابع في هذا الانطلاق. سجلت في المرة الماضية 6.66 ولكن هنا الله 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 التوقيت أيضا يحمل جديد الإثارة. أشوف التحدي وخط النهاية ينتظر القادمين، ينتظر التحديات، يصمد مبهج أم هناك مناور. مراورة اللحظة الأخيرة، الانطلاقة الأخيرة، المركز الثالث لا زال على المركز الثالث الأسد، الأسد مسعود بن ناصر بن حمد الفيدي المري. الله 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 المتر النهائي، اللحظة النهائية، بول اثنين مصلط من شعيبان، بول اثنين السبيعي. سلام يا المملكة. الله 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 أبو مايد، إذا سلالة المتحد ومبهج على المركز الأول. المركز الثاني مناور في المركز الثاني لمكتوم بن ابراهيم بن سالم الكور. الشاهينية هني عندك يا أبو سهيل. سلام سلام على هذا الأداء المميز لهذه الانطلاقة، وأتوقع أن السلام عيناوي. نعم مع هذه اللحظة الجميلة. الله 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 تهانينا والناموس إذا لسالم سهيل بن مسعود بن غصنة العامري. شكرا يا أبو سهيل على الشاهينية وأداء الشاهينية وانطلاقة الشاهينية ما شاء الله وتبارك الله، تحقق الإنجاز أيضا في هذه اللحظات. سلام عيناوي سلام، وسلام لأهل زاخر أيضا خاص من هذا الميدان تحفة الميادين. أشوف المركز الثاني اللي وصلت فيه نوف عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين. علقم علقم للسيد عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، ينتزع المركز الاول، نجد في المركز الثاني. اللحظات الاخيره، اللحظات الحرجه، ونحن نقترب من المنصه الرئيسيه، نقترب من خط النهايه. نجد وعلقم، نجد رد للمنافسه، وعلقم في المقدمه، المعركه شديده. يا سلام العلقم مر ما ينشرف ولا ينصرف. ها هو علقم ينتزع السياره. سلام سلام عليكم يا اهل دولة قطر، واسعد الله صباحكم بكل خير وكل محبة. تهانينا للسيد مسفر بن عبد الهادي بن سالم المري المركز الثاني. نجد الضبية للسيد راشد بن علي براية المري، وفي المركز الثالث. المركز الثالث نشوف للسيد رشيد بن حمد بن سليمان بن جبريل، لكن خلونا مع المقدمة. يا سلام الضبية، الضبية والنبهانية في معركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام الضبية في المقدمة تقترب من خط النهاية، والسلامات إلى أهالي المملكة العربية السعودية. تهانينا من الأعماق للسيد راشد بن علي بن سعيد براية المري المركز الثاني. النبهانية للسيد محمد بالعوضي بن يعي. بتحدي بإثارة والثبات على مقدمة هذا الشوط مدهال علي بن محمد بن حمد القبعان، من قاد المجموعة، من سيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية. قام راس وانهى الشوط راس. تهانينا لعلي بن محمد بن حمد القبعان على فوز مدهال بالمركز الأول. لحظات وصوله واغترابه إلى خط النهاية. تهانينا تهانينا من الأعمار لعلي بن محمد بن حمد القبعان على فوز مدهال بالمركز الاول. المركز الثاني هم نقول لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري. المركز الثالث شاهين محمد بن خاتم. سعيد
سعيد النبريصي، ولكن نعود مع تبوك. سلام 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 العاصمة أبوظبي، سلام مع الأداء المتميز اللي تقدمه تبوك. باعدت المسافة، رقصت في الأمتار النهائية، انقضت على المقدمة. تهانينا من الأعماق، تهانينا محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي على فوز تبوك بالمركز الأول. لمحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، تهانينا على فوز تبوك بالمركز الأول. لحظات وصولها واغترابها إلى خط النهاية بدون أي منافس، اللي وصلت مع المركز الثاني على علي بن راشد البريسي، المركز الثالث لعلي بن خلفان الرفيسة. المراكز والمركز الرابع اسعاف سالم بن حماد بن جار الله بن سالمين المري، ولكن راهي على الصدارة، راهي على المقدمة، راهي على المركز الاول، راهي على الانطلاق وعلى التحدي لسيد محمد بن سعيد بن احمد الرميثي على الصدارة على المقدمة والمحاولة من الاسد، ولكن راهي هو على الصدارة. سلام للسمحة، سلام على هذا الاداء الجميل، تهانينا لمحمد بن سعيد بن احمد الرميثي على فوز رهيب المركز الاول، تهانينا والناموس المركز الثاني الاسد لسيد سعيد بن عبد الله بطير العام المركز هذا شوط. الظبي تتسلل، الظبي تتسلل هنا ايضا سهيل بن غانم بن حميد النعيمي، والواصله الواصله واصله الواصله واصله واصله على الصداره، واصله على المقدمه، واصله على الفوز، واصله على الناموس. ها هي الواصله، من انتزعت الصداره انتزعت المقدمه، انتزعت المركز الاول شعار الرسمي، ولكن باسم عبيد بن محسن بن راشد المري. تهانينا هو الناموس، والسلام السلام لأهالي المملكة على هذا الفوز، ومشكور يا عامر يا بن سعد يا الرفاد الظبي في المركز الثاني لسي سلم غانم بن حميد النعيمي. اللي هو معزم معزم مشاهدي الاعزاء، ومبلش مبلش ومعزم الامتار الاخيره، السياره الاخيره في انطلاقات هذا الصباح. الموقف الموقف مبلش مبلش مصر على البقاء في هذا الموقف. عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري اعلن مبلش الفوز، خلاص اعلن الناموس. تهانينا تهانينا من الاعماق نزفها لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي بن شير المري، وسلاماتنا لشقانا في المملكة العربية السعودية. المركز الثاني وصل فيه معزم علي بن محمد الغفراني المري، المركز الثالث. الانطلاق الجميل، السلالة الشاهيني الذي تميزت مع بالمطوع بهذه بسلالة شاهين، بسلالة شاهين محمد بن مطر بالمطوع الاكتبي. يا السلام يا السلام، الميتين متر الاخيرة، الميتين متر الاخيرة، خلاص خلاص بدون اي توامر، بدون اي توامر قدمت هذا الاداء تلقائي من ذات نفسها، من ذات نفسها. يا سلام، اشكرك يا بالمطوع، اسعد الله صباحك. يا السلام محمد بن مطر بالمطوع الاكتبي، تهانينا والناموس. اللحظات الاخيره لحظات الوصول الى خط النهايه، المركز الثاني وصلت. يلا يلا نكمل نكمل، ونروح يا بن رشيد الى المقدمه، لان كفايه كفايه تقترب، وبن رشيد يقترب، وبالعوضي هجم هجم مره ثانيه، هجم بهجمه مرتده. يلا يا بالعوضي، يلا يا محمد، يلا وصل 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 وصل، الناموس وثوابي، الله الوثبه 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 الوثبه، العاصمه الحبيبه ابو ظبي، الناموس الى بالعوضي في اللحظات الاخيره بهجمة مرتدة مرة ثانية. وللمرة الثانية نهني محمد بن ناصر بن العوضي المنهالي المركز الثاني. بن رشيد وصلنا المركز. عنده
عنده نوايا على الناموس برزان. الله يا برزان في الطرد ما يعطي مسافات يلحق له يعني هجمه قويه، نقول هجمه قويه، ولكن الله يا بن قحيد بن قحيد يتجاوز يتجاوز يتجاوز. يا سلام يا سلام، راح 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 عن راح عن حلو الاطباعي، نعم راح بشعاره راح بالناموس. سلام يا زعبيل سلام، سلام يا بن قحيد سلام. التحيه والتقدير للشاب القدير صاحب العايد اللي عادله بالناموس خليفه بن محمد بن قحيد المهيري، تحيه وتقدير. اما المركز الثاني كان من نصيب برزان صالح. أوامر حتى اللحظة، المركز الثاني الدو هنا من تأتينا بهذه الانطلاقة الدولية الدولية. السيد راهد بن محمد بن هويدن لقتبي وسلوم الله، وبن زيتون أيضا هم عبد الله بن سيف بن زيتون من ينطلق بهذا الأداء الجميل، ولكن الصدارة الصدارة مع الدولية الدولية. راشد بن محمد بن هويدن لقتبي على صدارة على المقدمة على المركز الأول، واللحظة اللحظات الأخيرة تها هنا السلام، اللحظات الأخيرة تهانينا تهانينا. الراهد بن محمد بن هودي نكتب على الدولية بالمركز الأول، المركز الثاني هملول عبد الله بن زيد بن زيتون. عبد الله بن سهيب بن زيتون المهيري، وارى التحدي، ارى الانطلاق للشاهينيه باول ندى. سعود بن سعيد بن علي الوهيبي من يتابع انطلاقه الشاهينيه مع المركز الخامس، التحديات مستمره، ولكن ارى هني الظبي، ارى الظبي بدت في الانطلاقه في اللحظات الاخيره، في اللحظات الاخيره. السلام عيناوي مع الاداء المتميز اللي تقدمه الظبي. اسعد الله صباحكم يا هاني الطويه، تهانينا لعبيد بن حمد بن سعيد بن حوته العامري على فوز الظبي بالمركز الاول. لحظات الوصول الى خط النهايه، المركز الثاني الشاهينيه لسعود بن سعيد بن علي الوهيبي، المركز الثالث. سلام سلالة مياس، مياس ينطلق على المقدمه على المركز الاول، يندفع للمره الثانيه على التوالي. اسعد الله صباح، وهناك سلاماتنا لاهالي زعبيل. يا سلام يا سلام يا سلام، مشكور يا بن قحيد، سلاماتنا يا بن قحيد على هذا الانطلاق وعلى اداء مياس الجميل الذي يقدم هذا الاداء وينتزع ناموس هذا الشوط. محمد بن خليفه بن قحيد المهيري تهانينا لك على هذا الاداء الجميل والفوز، واداء مياس الرائع ولحظات وصوله الى خط النهايه. المركز الثاني هملول عبد الله بن سيف. يا سلام يا منازف، يا سلام يا منازف، انتوا اهل الناموس، انتوا اهل الناموس، انتوا اهل الزعفران. يا سمير يا سمير كبر طاسة الزعفران، كبر طاسة الزعفران، بتيك شواهين بتيك شواهين، وايضا كرمها كرمها، تستاهل تستاهل التكريم. ما عليه ان شاء الله بتي سمير في في, في الختاميات، بتي في الختاميات. هذه لحظة الوصول، هذه لحظة النهاية. تهانينا لمحمد عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري على فوز شواهين بالمركز الاول. المركز الثاني الذيبه محمد بن سعيد. التحديات جميله، ومرموقه مرموقه مرموقه تنطلق بناموس هذا الشوط في المكان، في المكان المرموق، ولكن من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى هناك الطريليه بدت تطل على المقدمه، بدت ايضا تندفع بناموس هذا الشوط. يا سلام، تضيف هذا الفوز في سجلاتها العريقه والحابله بالانجازات. تهانينا لعبد الله بن خلفان بن علي الرفيسه على فوز الطريليه المركز الاول، وسلام سلام يا ذيل سلام. اسعد الله صباحكم مع الاداء المتميز اللي قدمته الطليليه. المركز الثاني مرموقه لمحمد بن سلطان مرهب. الله الله الله، اندفاع شاهين، الله يا سلام، وين لاهالي السلطنه بالفعل مع تواجد شاهين على قمه الشوط. وهل مضيبي بالفعل الان اصبح الان وحيدا يغرد على الصداره في هذا الشوط.
نقول من تانينا من هذه اللحظة لهذا لمالك هذا القعود من خلال تواجده. يا سلام حميد بن علي بن سالم الوهيبي. اللحظات الأخيرة تحرك يا أخوي، تحرك تحرك، وصلوك الجماعة، واصلينك الجماعة، لكن خلاص شاهين مشاهدين الكرام يقفل على نتيجة الشوط. المركز الثاني شاهين لراشد بن سعيد. هذا التحدي وهذه الانطلاقة، لكن يا سلام العودة إلى الصدارة، العودة إلى محمد بن صالح بن يابر العامري. هو الآن مقدم جبارة في الصدارة، وصدى في الصدارة جبارة، لكن اتحذر يا أخوي الوصلة. ملوح ملوح واصلة، ملوح وجبارة، جبارة وملوح، ملوح وجبارة، ولكن جبارة تنهي لهالي العين، ولا ملوح تنهي لهالي الوثبة وهالي العين. اللحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة. سلام زاخر سلام، واسعد الله صباحك يا محمد يا بن صالح يا بن يابر العامري على فوز جبارة بالمركز الأول. المركز الثاني ملوح لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي.